اسم معاذ بالفضيل، رئيس تعاونيات ماروك ناتير لإنتاج وتسويق وتتميل منتجات المجالية. سمعنا مؤخرا بأن مثلا مجموعة ديال الناس كيسولوا على العسل الملكي لعلاج الضعف الجنسي، واش فعلا كاين هذا الشيء؟ بالنسبة للعسل الملكي يعني هناك خلطات كي يعني ربما تيقوموا بها بعض الناس اللي كيضيفوا مواد يعني غير طبيعية وهذا باش تكون عند هذيك، وفي الحين بالعكس هناك يعني مواد أخرى اللي كيكون عندها يعني ماشي علاج، يعني كتكون مكمل غذائي ربما كتوافق واحد الشخص ولكن واحد آخر ما كتوافقوش. يعني باش غنعرفوها بأنها راه مزيانة ولا ماشي مزيانة؟ يعني المعرفة يعني كتكون هناك واحد المصداقية ديال الأول شيء ديال يعني ديال التعاونية، والشخص يعني الممثل ديال ديك التعاونية ولا ديك يعني تيكون يعني تيخاف الله قبل كل شيء، ماشي الغرض ديالو هو الربح المادي فقط، بل الغرض ديالو هو أنه يشهر المنتوج ديالو ويعطي واحد الصورة حسنة على المنتوج ديالو. عسل الملكي حكينا خلطة تيقولها خلطة ملكية فيها عسل حر وفيها يعني حبوب اللقاح، فيها جولي رويال، فيها أما داك ديال الساشي يعني ربما تيكون ما خاضعش للمراقبة ديال يعني ديال مكتب السلامة الصحية الأنصة، يعني تيكون ربما تيشكل خطر على بعض الشباب وعلى الناس اللي كيستعملوا داك. يعني في هذا الإطار كتقولوا بأن الشباب ما خصهمش يعني يمشيو يشريو هذه المنتجات، خاصة بعد ما أن السيت ديالها ولا راه كتصلاح وهذا وهذا. نعم أنا كنشجعوا الشباب يعني ياخذوا منتجات يعني اللي تكون ذات مصداقية، يعني منتجات محلية. هذه المنتجات اللي كتكون في هذا العسل الملكي وهذا تكون مستورد، يعني تكون ما تدخل بطريقة يعني ربما غير شرعية. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.